السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمد المليجي، عديل الأستاذ محمد. أنا أعمل في شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة. الأستاذ محمد عشرة عمر طبعا، ويبقى عديلي واخد أخت المدام الصغيرة. الأستاذ محمد عنده 4 أولاد، أكبرهم عبد الله في كلية هندسة جامعة النيل، ومحمد في سياحة وفنادق، وبنته منى مخلصة كلية وبتعمل برضه في شركة ماكدونالدز، وبنته الصغيرة جنى في ابتدائية. وطبعا احنا هو اتصل بيا قبل الوقفة بيوم، عيد علينا وسلم عليا، وهو كان إنسان طيب جدا يعني، وكان قال لي ان يعني ان احنا المفروض مستنيين ان في يعني موضوع ان هم يعني يرجعوا الرعايا المصريين، وفي اتجاه ان الناس ترجع مصر وكده، وهو مستني يعرف بس امتى يرجع فقط لا غير. ده بالنسبه يعني الاستاذ محمد يعني بس. وطبعا احنا عرفنا الخبر امبارح بالليل من مواقع التواصل الاجتماعي وموقع رئاسه الوزراء والخارجيه، وابتدى بصراحة سيادة سفير هاني لما كلمته، كان هو الأستاذ محمد كان باعت لي الأرقام يعني قبل الوفاة بيوم، عشان لو في حاجة وكده هو مش عارفين نتواصل، ولا قدر الله حصل حاجة تواصل معاهم. بصراحة سيادة السفير هاني تواصل، وراجل على خلق، واداني رقم الأرقام الزملاء هناك، والناس ادتني يعني بصراحة المساعدة، وقالوا لي هنكلمك بعد ساعتين، وقالوا لي بعد كده ان هو دخل المستشفى. والصبح طبعا تواصلنا مع الرقم اللي ظهر على الشاشات بتاعت الميديا لوزارة الخارجية، وتواصلنا معاهم، ولسه مكلميني من ساعة سيادة السفير حسام بيه عيسى، وقال لي ان هم يعني في اجتماع دلوقتي مغلق علشان شغالين على الملف يعني او الكيس، ازاي يقدروا يرجعوا الجثمان ان شاء الله ونستلمه وبس. يعني ده اللي احنا لغايه اللحظه ديت ما عرفناه يعني، لكن ما فيش اي حاجه تاني يعني، ما فيش اي معلومه يعني عندنا ايه اللي حصل. الاغتيال تم اثناء الناس الطيارتين اللي رجعوا امبارح دول، هل تم بعد الطياره الاولى ولا اثناء ما هو كان بيطالع مع الطياره الثانيه؟ بس ما حصلش حاجه تانية. اتكلمنا عن صوت السفير وبدأ شغل امتى من السودان هناك، وكان هو عايش باسرته هناك ولا هنا؟ لا، هو طبعا اسرته كانت هنا وكانت بتروح له باستمرار في الاجازات، وهو كان طبعا يعني المأمورية اللي هي كان طالع فيها في السودان مدتها تقريبا 3 سنين، وكان المفروض تنتهي كمان 4 أشهر. وطبعا انت عارف يعني اللي هو الانتداب ده بيبقى قبلها كان في العراق، وقبلها كان في امريكا فتره. ف الله يغفر له ويرحمه يعني، كان فاضل له 4 أشهر والمأمورية تنتهي ويرجع مصر يعني. تمام. عشته هنا وعياله واطفاله كانوا موجودين هنا ابنائه؟ كانوا موجودين هنا يعني اللحظه اللي هو تم فيها وفاته موجودين هنا اساسا، ما كانوش معاه. وكان هو هنا من فتره حوالي 4 أو 5 أشهر. كان اتفضل كمل. بس كان يعني كان في اجازه، وكان المفروض ان هو كلمة في اجازه، والمفروض ان هو مشي المولى عز وجل يعني قضى الاجازه ورجع تاني. بينزل كل فتره اجازات، واولاده برضو بيروحوا له في اجازه الصيف يقعدوا معاه ويرجعوا كده يعني، بيفضلوا رايحين جايين عليه زي اي حد بيبقى منتدب في بعثه دبلوماسيه.